مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من عمان الدكتور الأكاديمي خضير كاظم حمود أو حمود والخبير الاقتصادي. أهلا بكم دكتور. بداية، في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها العراق، ما هو حجم التأثير المتوقع لأي عقوبات أمريكية قد تفرض على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود بشهداء تشرين تلك الثورة المباركة والشفاء العاجل لجرحى هذه الانتفاضة الكريمة. الحقيقة العراق كما هو واضح و بأنه اقتصاد ريعي ووحيد الجانب ويعتمد باقتصاده بشكل كبير على طبيعة المبيعات المتأتية من النفط. نعم. يشكل 97% من الدخل القومي له. وقيام أميركا بإيقاف هذه الصادرات أو عدم السماح بتداول المبالغ بالدولار، نعم، معنى هذا سيتم بشكل كبير التأثير على طبيعة المجتمع العراقي حكومة وأفراد. الآن كما هو واضح أفراد الشعب كلها تعاني معاناة كبيرة. أما الأموال فهي بيد الحكومة، أي بالأجهزة التنفيذية والتي تلعب هي الشخصية. فإذا حجبت الحكومة الأمريكية بعقوبات معينة على العراق فستتأثر بشكل كبير الواردات التي يعيشون بفسادها الحكومات. يعني دكتور خضير، هل بسبب كما تفضلت السياسات الخاطئة والفساد المستشري للسلطات الحكومية في العراق منذ سنوات وليس اليوم طبعا، ونحن هنا أمام احتمالية فرض عقوبات أمريكية نتيجة هذه السياسات، هل هناك احتمال بأن هذه الخطوة الأمريكية إن حدثت ستسبب الانهيار الكامل للعراق؟ بالتأكيد، لأن العراق في ظل هذه الحكومات الفاسدة وارتباط عجلتها الاقتصادية بالواقع الواقع الاقتصادي الإيراني من شأن أن يؤدي إلى تدمير البلد تدميرا كاملا ويؤدي إلى انهيار الدينار العراقي وضعف قدرته الشرائية وعدم وفرة النقد الأجنبي المتمثل بالدولار، بحيث أي منعطف تلجأ له الحكومة الأمريكية بصدد عقوبات على العراق ستؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا بشكل كامل. وهذا متأتي لا من الفساد فحسب، وإنما من طبيعة ارتباط الاقتصاد العراقي بعجلة الاقتصاد الإيراني الذي هو يشكل الآن العدو الأول إلى أمريكا. طيب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن طريقة جمع تلك الأموال من العراق ستكون عبر اللجوء إلى البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يحتوي على نحو 35 مليار دولار من أموال العراق. يعني إلى أي مدى دكتور يمكن أن يؤثر ذلك على النظام السياسي ككل؟ وأيضا ما قيمة 35 مليار دولار كتهديد أو كقيمة مالية أمام ما يمكن أن يأخذه دونالد ترامب بشكل عام؟ هو بشكل عام نحن لا نمتلك في البنك الفيدرالي الأمريكي أكثر من 35 مليار دولار. صحيح هذا الرقم قليل جدا، لكن العراق بطبيعته الحالية وفي ظرف الاقتصادي الحالي لا يمتلك أكثر من هذا. ان الاموال التي سرقها القائمين على اداره الدوله اكثر من هذا المبلغ بكثير.
يتجاوز 800 مليار دولار موجودة لدى هؤلاء الفاسدين في مختلف الدول العالمية، سواء ما ممثل منها بعقارات أو بأموال سائلة. لكن هذا ما يمتلك البلد، لذلك تجد أن أي انهيار أو أي حكومات تؤدي إلى انهيار اقتصادي ويتبعها بذات الوقت انهيار سياسي عارم، ويؤدي إلى الكثير من المشكلات التي ستعاني منها الحكومة أولا والشعب ثانيا. طيب، صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن واشنطن هددت بغداد بمنع وصولها إلى عائدات مبيعات النفط. هذا يعني أن العقوبات ستمنع العراق من الاستفادة من موارده أو مورده الاقتصادي الوحيد اللي هو النفط. ما تأثير هذا التهديد على الوضع في العراق بشكل عام؟ وهنا دعنا نتخصص بالكلام على وضع الشعب بشكل أخص. أخوي، بالنسبة إلى طبيعة حجز الأموال أو العوائد المتأتية من بيع النفط وحجبها في داخل أميركا، البنك الفدرالي الأميركي، معنى هذا عدم وصول الدولار أو العملات الأجنبية إلى العراق، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور سحر الدينار العراقي وانخفاض قدرته الشرائية، ومن ثم التأثير على مجمل الاقتصاد العراقي وانهياره اقتصاديا واجتماعيا. ويتبعه تدمير سياسي في مختلف مجالات الحياة. يعني دكتور، كل ما تفضلت به هو كلام صادر من رجل يعني عنده خبرة ولديك من المعلومات ما هو كافي ووافي لكي يوضح للعالم خطورة العقوبات الأمريكية. عندما نأتي إلى أرض الواقع في العراق ونرى المسؤولين في البرلمان أو من يسمون بالسياسيين يقومون، أو جزء منهم طبعا يقومون بهذه الهبة من أجل طرد الولايات المتحدة ومعاداتها، رغم أنها تستطيع أن بعقوباتها أن تدمر البلد وتسبب انهيار تام لكافة القطاعات، ألم يقوموا بحساب الأضرار الناجمة عن هكذا قرار؟ هؤلاء في الحقيقة جهلة الحكام. الحكام الحاليين في العراق لا يشكلون أي فكر واضح من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بل هم عبارة عن أفراد جاء بهم الاحتلال وتسلموا سلطة البلد وقاموا بخلق انهيارات كاملة في مختلف جوانب الاقتصاد العراقي، صناعيا وزراعيا وتجاريا وسياحيا وفكريا. وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي استطاعوا من خلاله أن يكونوا لهم ثروات خاصة بهم وصدرت إلى خارج العراق. فهم يمتلكون من الثروات ما لا يمتلكه العراق بخزانته المركزية. لأن أقل واحد من هؤلاء المسؤولين بالعراق يمتلك ما لا يقل عن 20 مليار لذاته، لشخصه، لعائلته ولمن يرتبط به. ثم إنهم هذا جانب الشركات الخاصة بهم. أما ما صدروا إلى إيران عن طريق بيع العملة للدولارات، استطاعوا أن يحققوا استقرارا نوعا ما لاقتصاد إيران عن طريق تصديرهم بالدولارات العراقية الموجودة في البلد عن طريق بيع العملة. فهم لا يمتلكون رؤية اقتصادية ولا رؤية سياسية ولا رؤية اجتماعية ولا رؤية استراتيجية. وضحت الفكرة دكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، أشكرك شكرا جزيلا.